مركز ابن النفيس كان وزني 132، اليوم انا وزني 85، نزل من وزني 45 كيلو، كنت اعاني من مشاكل كثيره وانا ناصح. اليوم انا ما شاء الله عليا يعني وضع كويس وصحتي تمام وما بعانيش من اي مشاكل، بل بالاول كنت اعاني كثير. لبسي على الاقليه كنت لما بدي اروح اشتري بنطلون اعاني، ما يعجبنيش البنطلون ولا القميص، واليوم بتمتع بصحة كويسة والبنطلون بشتريه وانا مرتاح والقميص والبنطلون بشتريه وانا مرتاح. كل النصيحة اللي بقدمها لكل انسان بيعاني من السمنة انه يلتحق بمركز ابن النفيس، لانه حيلاقي حاله بصحة جيدة وحالة نفسية كويسة من خلال التحاق بالمركز، لانه الارادة هي فوق كل حاجة. الانسان اللي عنده طموح بيستمر على اساس يصل للي بده اياه، وانا ان شاء الله من خلال التحاقي بالمركز حاصل لوزني المثالي، والكل حتى الان من حد بيشوفوني الناس يفكروني اني انا مثلا بعاني من مشكله، بقول لهم لا يا عمي انا بروح على مركز ابن النفيس وباخذ برنامج صحي مع اعشاب وتمكنت اني انا اوصل للي بدي اياه من خلال المركز.